أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية؟ البدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الشرع أبدا، كإحداث صلاة خامسة سادسة مع الفرائض، يقول زيادة خير، الفرائض خمس أبزود وحدة زيادة خير، هذه بدعة أصلية ما لها أصلا. أما البدعة الإضافية أن يكون العمل له أصل لكن هو يزيد عليه أو ينقص منه أو يضيف إليه شيء، هذا هو البدعة الإضافية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.